بكم مشاهدينا ضمن حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم الذي نخصصه للحديث عن المنتدى الاجتماعي العالمي 15 المنعقد بالمكسيك هذا العام تحت شعار لم شمل العالم نحو التعبير عن الحركات الاجتماعية. كان هذا المنتدى مناسبة أخرى لكشف زيف أطروحة الانفصالية لجبهة البوليزاريو وفضح الخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. الوفد المغربي قدم إلى المكسيك ضمن هذا المنتدى بتشكيلة متنوعة ضمت خبراء وأطرا مع إشراك الساكنة الصحراوية التي تحدثت عن الحكم الذاتي وعن التنمية أساسا بالمناطق الصحراوية، ومن جهة أخرى عن معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف مدعومة بما حدث وبما يحدث من حراك دولي في اتجاه حلحلة نهاية أو نهائية للنزاع بدءا من الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء وانتهاء بقرار الحكومة الإسبانية التاريخي القاضي باعتبار الحكم الذاتي حلا واقعيا لملف الصحراء. أما الطرح الثاني وهو الطرح الانفصالي لجبهة البوليزاريو التي حضرت إلى المكسيك بتشكيلة ضمت مقر من القيادة ومثقلين بانتقادات دولية تتهمهم بإشعال الحرب والدعوة إلى القتل وسفك الدماء وتقديم وقائع مزورة للمجتمع الدولي حول الوضع بالمنطقة بغاية الحصول على الدعم. للتفصيل في هذا الموضوع معنا ضيفا أستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش. أهلا وسهلا بكم أستاذ غالي. ينضم إلينا أيضا الأستاذ عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط الذي ينضم إلينا من الرباط. أهلا وسهلا بكم أستاذ الوردي. أهلا سيدتي وصباح الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا بكم. إذن أبدأ بكم أستاذ الوردي، يعني مختلف الورشات التي نظمتها جبهة البوليزاريو خلال المنتدى الاجتماعي العالمي عرفت حضورا باهتا في وقت كانت تراهن فيه على تأييد أصدقائها التقليديين والمشاركين ضمن هذا المنتدى العالمي، متوقعة دائما تجاوبا أكثر من السنوات السابقة مع طرحها. ما الذي حدث؟ ما الذي أضعف جبهة البوليزاريو وجعل الشركاء التقليديين للجبهة الوهمية خاصة داخل أهم معاقلها بأمريكا اللاتينية ينفضون من حولها، بل ولا يتجاوبون ولا يتابعون حتى ورشات نظمتها الجبهة ضمن هذا المنتدى؟ وللإشارة أولا فهذا المنتدى العالمي له رسائل، هذه الرسائل لابد لها من أن تكون واضحة وأن تنبني على أسس صحيحة تؤكد من خلالها المنظمات الشبابية الحزبية وكذلك المدنية عن مجموعة من الحقائق الدامغة لتنوير الرأي العام الدولي ومناقشتها واستصدار مجموعة من المقترحات وكذلك الآليات الكفيلة بتجاوزها. أختي الكريمة، جبهة البوليزاريو لم تكن قوية ولن تكون كذلك لأنها دائما ضعيفة، لأنها لا تمتلك أول الآليات التي تمتلكها الدول من أجل الدفاع عن قضية من القضايا، في حين أنها جبهة انفصالية ولا ترتقي إلى مرتبة دولة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، فحتى العسكر الجزائري أكاد أجزم على أنه يتخبط في مشاكله الداخلية وكذلك مشاكله الخارجية مع مجموعة الدول التي تركته جانبا اعتبارا من اعترافها أولا بحجية ومشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، وكذلك بناء علاقات جديدة مع المملكة المغربية التي الكل الآن يشهد بثقتها وكذلك موثوقيتها وكذلك بحجية ومشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحته. رجوعا إلى هذا المنتدى العالمي، فالكل قد شاهد تلكم الحركات أقولها بهلوانية التي أشارت إليها هذه الحلق الباهتة التي نظمتها هذه الجبهة الانفصالية والتي لم يحضر ولم يكترث لها الحاضرون، اعتبارا أولا أنها حاولت الركوب على القضية الفلسطينية، في حين أن حتى الفلسطينيين أنفسهم لم يشاركوا في هذه الحلق التي أصبحت بالنسبة إليهم مستفزة. ثانيا على أن مجموعة من الدول التي كانت تشارك في المنتديات السابقة قد شاءت دولها إلا أن تنخرط وتشارك إلى جانب المملكة المغربية،
توجهها المبني على شرعيه ومشروعيه الحكم الذاتي. الان ونحن نتحدث عن هذه الدبلوماسيه الشبابيه، نعم. الكل يجمع على ان للشباب المغربي كفاءات وكذلك كفايات تمكنهم من ترصد وتعقب تلك الحجج الواهيه التي تقدمها الجبهه الانفصاليه، وهو الامر الذي تحقق على مرأى ومسمعي جميع المتتبعين طيب لهذا أستاذ المنتدى الوردي، العالمي. نعم. سنعود طبعا للتفصيل في دور اليوم الدبلوماسية الموازية في يعني التعريف بالقضية الوطنية ودحض كل الافتراءات التي توجهها جبهة البوليزاريو للمغرب ضمن هذا الملف. الآن أتحول إليكم الأستاذ الوردي، كيف يمكن تفسير، أو أتحول إليكم أستاذ غالي، كيف يمكن تفسير هذا التجاهل الذي قوبلت به جبهة البوليزاريو ضمن المنتدى الاجتماعي العالمي المنظم بالمكسيك؟ تحية أولا تحية طيبة لك لك وللضيف الكريم وللمستمعين الحيين. فأكيد بأن المنهجية الجديدة للدولة المغربية فيما يتعلق بمقاربة قضية الوحدة الترابية هي مقاربة متعددة حاولت أن تعمل على ضمان انخراط والتزام مختلف الفعاليات الوطنية، مجتمع مدني، أحزاب سياسية فيما يتعلق بالحشد والتعبئة لمواجهة كل المخاطر، على اعتبار أن مختلف التقارير التي تم إعدادها اتضح بالملموس بأن جبهة البوليزاريو كانت تستغل قنوات غير رسمية للترويج لأطروحاتها، ومن هذه القنوات الغير الرسمية قنوات المجتمع المدني وقنوات الأحزاب السياسية، وبالتالي كان لزاماً والدولة المغربية بالنظر إليها كدولة لها اعتباريتها ولها التزاماتها الدولية، فهي دائما كانت تستغل القنوات الرسمية للدفاع عن قضايا الوحدة الترابية، ولكن ما دام أن التشويش يأتي من قنوات غير رسمية فكان لابد أن يتم اعتماد خطة جديدة من خلالها يتم العمل على إشراك مختلف الفعاليات وتوفير الشروط والظروف، وكذلك حتى أن العمل والاشتغال بالنسبة للمجتمع المدني سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. لا يجب أن ننسى بأن هناك جمعيات وطنية تشتغل في مختلف الدول وتلعب فيها الجالية المغربية دورا أساسيا، وأكيد عندما تحركت هذه الجمعيات وهذه المنظمات المغربية الغير الحكومية فإنها استطاعت أن تشرح بتفصيل وجهة النظر المغربية وتشرح الحقائق كما هي على الميدان. وأكيد عندما يكون الطرف مؤسس مبني على حجج وبراهين ولا تترك المجال لطرف واحد يطرح ما يؤمن به هو ويعتقد، فأكيد بأن النتيجة في نهاية المطاف كانت وهي تكذيب هذه الأطروحة. والدليل على ما نقول أن المتتبع لهذا المنتدى الاجتماعي العالمي من خلال مختلف الورشات يجد بأن الحضور لورشات التي حاولت الجبهة أن تنظمها وتعبئ لها إمكانات كبيرة لم تحظى بحضور المشاركين، وحتى الذي يتتبع إعلام البوليزاريو يجد بأنه احتشم أن يضع مجموعة من الصور التي تغطي هذه الورشات التي قام بها، لأنها في نهاية المطاف لا تتسع لأكثر من 8 أو 9 أو 10 أشخاص، وهذا يؤكد بالملموس بأنه لم يكن هناك اقتراض، مع العلم كذلك بأن مجموعة من التطورات والتحولات الأخيرة أكدت بالملموس، خاصة الموقف الألماني. يجب أن نشير إلى أن المجتمع الألماني المدني الألماني كان مغررا به، ولكن بعد اتضاح مجموعة من الصور وخروج الموقف الرسمي الألماني إلى العلن والتأكيد على أن ما تطرحه المملكة المغربية هو الأكثر واقعية وجدية ومصداقية، وكذلك الموقف الأمريكي. لا يجب أن ننسى بأن هذه الجبهة كانت تحاول أن تستبيل مجموعة من الجمعيات والشخصيات الأمريكية التي كانت تحاول أن تغرر بها، ولكن عندما ظهر الموقف الأمريكي وفتح الرسمي وفتح قنوات أساسية
مهمة أكيد بأن هذه الأطروحات أصبحت تضمحل. ثم كذلك لا يجب أن ننسى الموقف الإسباني الرسمي في هذا الباب. لذلك نلاحظ بأن ما دام لا يجب أن نشير ونربط بأن الموقف الرسمي في هذه الدول في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ألمانيا وفي إسبانيا هو موقف يتأثر بضغط المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية. طيب هنا لاحظنا هذا التأثير، فإن الأمور سارت في هذا الاتجاه بطبيعة الحال الذي لم يعد يؤمن بهذه الأطروحات الكاذبة. هنا الأستاذ الوردي، كيف ساهمت هذه التحولات الإقليمية والدولية في تغيير نظرة منظمات المجتمع المدني يعني الدولية تجاه الانفصال، وكيف ساهمت هذه التحولات التي نعيشها في جعلها أكثر وعيا بكون الانفصال يقود الاستقرار والأمن الدوليين؟ واضح للعيان أختي الكريمة، لتنوير الرأي العام الوطني والدولي فالمغرب شائل أن يقدم حقائق تقوم على الصدقية وكذلك على التجسيد. فتقديم عمر هلال لمجموعة من الصور التي تؤكد على التعذيب والتنكيل الذي تعرض إليه جحافل عريضة من ساكنة مخيمات العار بتندوف، لأن لا يمكن أن نقول مخيمات اللاجئين فهي مخيمات للتهجير القسري وللتعذيب. فمجموعة من الفعاليات المدنية التي الآن نجد على أنها تنشط إلى جانب الفعاليات التي تشارك في هذا المنتدى العالمي الاجتماعي، قد أكدت في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان على تلكم الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض إليها ساكنة مخيمة تندوف، وتقديم كذلك حجج على لسان من كانوا يعيشون في تلك المخيمات. الآن نحن نتحدث عن الدبلوماسية الحزبية الشبابية وكذلك تلك الدبلوماسية المدنية التي خبرت الشيء الكثير على أن الفراغ لا يفيد في شيء. المغرب الآن يحتج على قضية مصيرية عبر تقديم دلائل دامغة من خلال تكوين جحافل عريضة من الهياكل وكذلك الكوادر التي لها من الكفاءات والكفايات ما يمكنها من الترافع. وهذا هو بيت القصيد، هو أن نترافع على شيء نؤمن به وكذلك يخصنا كمغاربة وكذلك كفعاليات سياسية، وأن نقدم للرأي العام الدولي بخاصة مجموعة من الحجج التي تؤكد ما تقوده المملكة المغربية من مجهودات مضنية على مستوى احترام الشرعية الدولية. الآن الجزائر تعلم جيدا على أن قضية الصحراء المغربية قد حلت، أنا أقولها بعلو صوت، لأن الإلمام العريض الذي شاءت المملكة المغربية أن تحيط به مجموعة من الدول التي كانت تؤمن في الوقت القريب بتلك الأطاريح التي كانت تروجها جبهة البوليزاريو بزعامة العسكر الجزائري، قد أفل نجمها. لأن لما يخرج أنطونيو غوتيريس ويشير بأصابع الاتهام للعسكر الجزائري بقتل الأبرياء وكذلك عن طريق الجيش الجزائري بمخيمات تندوف، هذا شيء ينداله الجبين. كذلك الجزائر تتوجس، أو المؤسسة العسكرية الآن الجزائرية تتوجس من الأعين التي أصبحت تتابع وتواكب مخيمة تندوف وتريد أن تحط رحالها بهذه المخيمات التي أصبحت مستفزة للرأي العام الدولي. فالمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين دائما تشير إلى هذه الانتهاكات ودائما تؤطر الرأي العام الدولي بأن الرأي العام الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة يجب أن يحيط الرأي العام الدولي بما يقع داخل مخيم تندوف. إذن هذه صفحة قد طويت بالنسبة للمغرب. لماذا؟ لا نقول كمغاربة، ولكن لأن المغرب قد نجح فعلا في قيادة دبلوماسية متبصرة يقودها القائد الأعلى للمملكة المغربية وملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي شاء إلا أن يبني هذه العلاقات على الاحترام المتبادل، خاصة مع جار مزعج كالمؤسسة العسكرية الجزائرية، وأن يقود بطبيعة الحال هذه المسيرة بشيء من التؤدة والتبصر، الأمر الذي تكلل
بحصد هذه النتائج الإيجابية التي أصبح الكل يجمع على حنكتها ومشروعيتها، وآخرها كانت الاعتراف الرئاسي الأمريكي، التوجه الألماني، الإسباني، فرنسا كذلك كشريك تقليدي للمملكة المغربية، والحال على أن العسكر الجزائري قد فوجئ أقولها بعلو صوت من الاعتراف الضمني للمملكة الإسبانية بمغربية الصحراء وبحجية مشروع الحكم الذاتي، الأمر الذي أدى حتى في بعض الأحيان إلى محاولة تدخل مع الأسف بعض الكيانات المحسوبة على المؤسسة العسكرية الجزائرية، والتي يمكنني أن أصفها بالضالة في العلاقات الدولية. لماذا؟ لأنها حاولت التدخل في توجه سيادي لدولة لها السيادة الكاملة، الأمر الذي أدى بالخارجية الإسبانية لأن تقول بعلو صوت إلى أن هذا القرار هو قرار دولة، ومن يقول قرار دولة فهو قرار سيادي، وفيه تنبيه للعسكر الجزائري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسبانية. سنواصل الحديث دائما عن دور الدبلوماسية الموازية أستاذ الوردي، وسنعود إليك أستاذ غالي. أي دور تتطلع به الدبلوماسية الموازية، خاصة تلك التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني الملمة بالقضية في تعرية جبهة البوليزاريو من الدعم الذي كانت تحظى به في عدد من المناطق؟ هو أكيد كما قلت بأن المقاعد التي كانت شاغرة والتي كانت تستغلها جبهة البوليزاريو للترويج لأطروحاتها الكاذبة وفضح كل ممارساتها، على اعتبار أن حتى مجموعة من التقارير لمجموعة من المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية فضحت ما تقوم به جبهة البوليزاريو، خاصة على مستوى مجموعة من الخروقات في مخيمات تندوف، وهي خروقات واضحة تتعلق أولا بالتسويف والتضليل فيما يتعلق بالعدد الذي يوجد في هذه المخيمات، على اعتبار أنه دائما كانت هناك دعوات من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ودعوات إلى التعاون مع المندوب أو المفوض السامي للاجئين فيما يتعلق بإحصاء هؤلاء، ولكن دائما هناك تماطل وهناك امتناع عن تقديم العدد، على اعتبار ان العدد تستغله جبهه البوليزاريو للحصول على مساعدات من طرف مجموعه من المنظمات، ثم كذلك حتى بعض الامور الاخرى التي تضمنتها هذه التقارير والتي كانت تتسطر عليها جبهة البوليزاريو، وهي ما يتعلق بتجنيد الأطفال. إذا كل هذه الممارسات بطبيعة الحال أضعفت من هذه الأطروحات وفضحت هذه الأطروحات التي دائما كانت تحاول أن تستغل مجموعة من الوقائع لكي تظهر بأنها هي الضحية وبأن الآخر هو الجلاد، ولكن كما قلت بالنظر إلى هذه المؤشرات المتعلقة. نعم، هنا أي توجه يجب أن تسلكه وتنتهجه الدولة لدعم الجمعيات التي لها وزن وملمة بقضية الوحدة الترابية للمغرب من أجل نيل الثمار المتوخاة من هذه الدبلوماسية الموازية والتي تقوم بفضح مختلف هذه الممارسات التي تقوم بها البوليزاريو؟ هو لا بد من تعبئة وحشد كل المنظمات الحقوقية في هذا الباب، لأن كما قلنا أن جبهة البوليزاريو كانت في البداية تستغل هذه المنظمات الحقوقية من أجل الترويج لأطروحاتها، هي كانت تعتبر هذه المنظمات الحقوقية منبرا لها لتمرير أكاذيبها، ولكن الآن بالنظر كما قلت إلى هذا التوجه الجديد الذي أصبح من خلاله نوع من الاستباق من طرف الدولة المغربية فيما يتعلق برفع تقارير إلى هذه المنظمات، بل دعوة ممثلي هذه المنظمات لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وكذلك حتى زيارة مخيمات تندوف، وبالتالي المقارنة ما بين عناصر الحياة الأساسية التي توجد في تندوف والتي توجد في الأقاليم الجنوبية، وبالتالي أكيد بأن هذه المنظمات الحقوقية استجابت وقامت بمجموعة من الزيارات وتأكد لها بالملموس بأن مخيمات تندوف هي عبارة عن معتقل كبير،
هي عبارة بطبيعة الحال عن معتقل للتعذيب وللتنكيل ولأفضح الممارسات، بل التي وصلت إلى حد قتل المدنيين بطريقة بشعة. لماذا؟ لأن هؤلاء المدنيين عبروا عن رأيهم بخصوص نقطة من النقط المطروح الآن، وكما قلت بأننا وهو يجب مساعدة هذه الساكنة الموجودة في معتقلات، أقول في معتقلات تندوف، لكي تعبر عن رأيها ولكي تقرر مصيرها. بطبيعة الحال كل العوائق مطروحة هنا في هذا الباب، لأن هناك الجزائر التي بطبيعة الحال تستغل هذا الوضع بدورها لكي تمرر مجموعة من المغالطات ولكي تجعل دائما المشهد أكثر ضبابية. ولكن كما قلنا مرة أخرى كذلك بالنظر إلى تعامل الشفافية والوضوح التي تنهجه المملكة المغربية مع المينورسو، على اعتبار أن تقارير رفعتها المينورسو في هذا الباب أكدت بالملموس بأن هذه المخيمات مخيمات تندوف، وكذلك أكدت بالملموس بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية فيما يتعلق باحترام التزاماتها الدولية، بينما الطرف الآخر لا يحترم هذه الالتزامات، بل إنه يعمد إلى سلوكيات من خلال الدفع بمدنيين من أجل أن يقوموا ببعض أعمال الاستفزاز للدولة المغربية. ولكن بالنظر كما قلت إلى مختلف هذه التحولات والتطورات، وبالنظر كذلك إلى مختلف هذه النتائج، يجب أن نعلم جيداً بأن الموقف الأمريكي والموقف الألماني والموقف الإسباني لم يكن شيكا على بياض. هذه المواقف الرسمية جاءت بناء على نتائج الميدان التي أكدت بالملموس دور المملكة المغربية فيما يتعلق بإشاعة فضائل الأمن والسلم والاستقرار، وأن الطرف الآخر ما يقوم به يسير في اتجاه ممارسات لا أمن ولا سلام ولا استقرار من خلال التشجيع على تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتجارة البشر وكل ما يتعلق بالجرائم المنظمة. فأصبحت هذه المنطقة، أصبحت هذه المخيمات معقلا أساسيا لها، وكل كما قلت تقارير حقوقية وتقارير مجموعة من المنظمات تشير إلى هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم والطمأنينة والسكينة الإنسانية. طيب الأستاذ الوردي، يعني اليوم وفي ضمن هذه التحولات وعقب التحول أيضا في العلاقات بين كل من الرباط ومدريد، هذا الأمر جعل قيادات البوليزاريو تتخوف من انقطاع الإمدادات الغذائية والمالية التي تبعثها المنظمات الإسبانية نحو مخيمات تندوف عقب توالي التقارير الدولية التي كشفت عن سرقة تلك الإعانات الإنسانية بالتزامن مع تراجع نفوذها السياسي بالمشهد الحقوقي الإسباني في السنوات الأخيرة. هل ما زالت المنظمة الحقوقية الإسبانية تتعاطى مع المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليزاريو بنفس المنوال الذي كانت عليه قبل الكشف عن سرقة تلك الإعانات؟ وأيضا كيف يمكن قياس النفوذ السياسي للبوليزاريو في المشهد الحقوقي الإسباني في المنطقة؟ هذا السؤال أختي الكريمة يحتمل في ثناياه نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بتوجه الدولة الإيبيرية للاعتراف بمصداقية وحجية مشروع الحكم الذاتي، الأمر الذي أدى ومن دون شك إلى تغيير التوجه الخارجية الإسبانية تجاه هذه القضية ذات البعد المفصلي. لماذا؟ لأنها تربط فيما بين الدولة الإسبانية والمملكة المغربية، وكذلك توضح العلاقات الجديدة في على مستوى الخارجي بين المملكة الإيبيرية وكذلك الجمهورية الجزائرية. إذن الكل يجمع الآن على أن المساعدات الإنسانية فعلا تسرق، والسرقة ثابتة حبرا على ورق وبنص التقارير التي تنم عن وعي لهذه المنظمات الدولية الحقوقية وكذلك الإنسانية على أن هذه المساعدات فعلا لا تصل إلى المعتقلين، أقولها بعلو صوت، والمهجرين على مستوى هذه الرقعة التي تنتمي إلى البعد الجغرافي الجزائري. لأن لا يعقل
في هذه الظرفية بالذات على أن يتم إنشاء دويلة وسط الدولة، في حين على أن البوليزاريو كما قلتها غير ما مرة فهي شبه انفصالية ولا ترقى إلى مرتبة الدولة وليست لها لا اعتراف دولي ولا سيادة دولية. النقطة الثانية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي الإسباني، نعم الإسبان الآن يعقلون الشيء الكثير حول القضية الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية، وأصبحوا يعلمون جيدا على أن التوجه الإسباني الآن هو إلى جانب المشروع الحكمي الذاتي، وبالتالي فالكل سيعرف على أن هذه المساعدات ستنقطع في الوقت الحالي وكذلك المستقبلي، لأنها أصبحت تؤمن بأن الأسطورة المزعومة التي تروج إليها الجبهة الانفصالية للبوليزاريو بزعامة العسكر الجزائري قد أفل نجمها، وعلى أن التوجه الجديد للخارجية الإسبانية خاصة مع تلك الحركات الاستفزازية التي قامت بها المؤسسة العسكرية تجاه الجارة الإيبيرية من قطع إمدادات الغاز وكذلك من محاولة التدخل في شؤونها الداخلية قد أبانت عن فشل وكذلك عن ضعف الثقة بين الجارة الإيبيرية وكذلك المؤسسة العسكرية الجزائرية التي أصبحت تضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات وكل كذلك الآليات الكفيلة باحترام الآخر واحترام توجهاته وخاصة فيما يتعلق بسياسته الدبلوماسية الخارجية. إذا ما جمعنا هذه النقطتين الأساسيتين سيمكننا القول على أن الجارة الإيبيرية وكذلك المملكة المغربية قد حققتا فعلا إنجازا دبلوماسيا تاريخيا عبر طي صفحة الخلاف المفتعل بفعل فاعل، والكل يعلم على أن للمؤسسة العسكرية الجزائرية ضلوع واضح ومباشر في تلك الخلافات التي نشبت بطبيعة الحال بفعل هذه المؤسسة العسكرية ودعم زعيم حرب وكذلك زعيم اغتصاب انفصالي ألا هو إبراهيم غالي المتابع في مجموعة من القضايا مع الأسف التي يندلها الجبين. والآن هناك توجه جديد في هذه العلاقات وهو ما يؤرق فعلا المؤسسة العسكرية الجزائرية التي أصبحت تناور بطرق لا ترقى بتاتا لتوجه دولة، وكذلك أصبح الأمر يؤثر على ترتيبها حتى على مستوى العلاقات الدبلوماسية الدولية التي ضربت من خلالها هذه المؤسسة العسكرية الجزائرية عرض الحائط حتى بتلك الأبجديات التي تقوم عليها العلاقات بين الجار، لأن حتى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة توصي على الجار، وفي حين على أن المؤسسة العسكرية الجزائرية لها غصة غير مبررة تجاه المملكة المغربية، والتي نتمنى من أعماق قلوبنا على أن تنبه بطبيعة الحال من خلالها مؤسساتها الداخلية على إعادة بناء توجهها من خلال إعطاء مجموعة من الآليات الكفيلة من أجل حلحلة هذا التوجه، لأن المغرب دائما يمد يده إلى الجار وكذلك يناشد الجار بضرورة إعادة ترتيب أوراقه ولما لا التعاون في مجموعة من القضايا والترك الأمر المتعلق بالقضية الوطنية الأولى للأمم المتحدة، لأن المغرب فهو هي دولة صاحبة حق وتؤمن كل الإيمان أن الأمم المتحدة هي كفيلة بحل هذا الملف، والمغرب الآن بفعل هذه الدينامية التي يعرفها منسوب الدبلوماسية بجميع توجهاتها لا الرسمية ولا كذلك الموازعة على المستوى التشريعي لمؤسسة البرلمان بغرفته وكذلك الخارجية المغربية مشكورة، لأن هناك مبادرة محمودة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج من تأسيس مركز للتكوين الدبلوماسي الموازي على مستوى التشريعي، وكذلك الجمعيات التي أبانت فعلا وكذلك الشبيبات الحزبية التي أبانت فعلا خلال أطوار هذا المنتدى على أنها لها من الكفاءات والكفايات ما يؤهلها لأن تنور الرأي العام الدولي، لأن الكل يعلم على أن طيب مجموعة من الدول نقطة أخيرة من فضلك، مجموعة من الدول لم تكن تعرف الشيء الكثير عن قضية الصحراء المغربية بفعل على أن المغرب
كان يحترم مجموعة من النقاط التي كانت بطبيعة الحال تتداول بخصوص هذه القضية، ولكن بعد رجوعه إلى مقعده الأصلي أي الاتحاد الإفريقي، وكذلك نهجه لسياسة دبلوماسية للمواجهة القائمة على الشرعية الدولية، وكذلك احترام المشروعية حجية الحكم الذاتي، أبانت من خلاله المملكة المغربية فعلا على أنها دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي العام، وأنها دولة صاحبة الحق. وهذا هو الحال الآن، على أن هناك إجماع دولي فعلا على أن للمشروع الحكم الذاتي حجية ومصداقية ومقبولية من لدني أتحول جميع الأطياف المكونة للمنظومة الدولية. أتحول إلى الأستاذ غالي. أستاذ غالي، يعني أساس سؤالي إلى الأستاذ الوردي كان هو يعني التوجه الإسباني اليوم سياسي، هل يوازي نفس التوجه الذي تسير فيها المنظمات الحقوقية التي كانت تدعم إنسانيا جبهة البوليزاريو؟ هل هناك توازن بين المسارين؟ ثم يعني مقابل تخوفات جبهة البوليزاريو من مراجعة مدريد لمساهماتها في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى مخيمات تندوب، فضلا عن ذلك هناك تخوف من فتح المجال أيضا لتحريك مذكرات البحث القضائية الدولية في حق قيادات البوليزاريو المتابعين في قضايا مرفوعة ضدهم لدى القضاء الإسباني. أي مسار قد تتخذه مدريد في القادم من الأيام تجاه مراجعة مساهماتها في المساعدات موجهة للمخيمات؟ ثم أي مسار يتخذه ملف متابعات تشمل قيادات البوليزاريو وهي قضايا تتعلق بتهم ثقيلة؟ هو أكيد بأن التوجه الرسمي الإسباني ليس توجها ولد من فراغ. نحن نعرف جيدا بأن الدولة الإسبانية هي دولة ديمقراطية مؤسسة على الديمقراطية التمثيلية من خلال أعضاء ممثلين للشعب الإسباني داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، وكذلك الديمقراطية التشاركية من خلال دور المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد سياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها. ويجب أن نعلم بأن الموقف الرسمي الإسباني، وخاصة نحن نعرف بأن السيد سانشيز هو رئيس حكومة منتخب من طرف الشعب، ونعلم الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا الباب مختلف على أين المنظمات غير الحكومية، وبالتالي لا يمكن أن يغامر بمستقبل حزبه السياسي وكذلك الكتلة التي يتحالف معها دون بطبيعة الحال أن تكون هناك تفاهمات على أن هذه الخطوة التي تقوم بها إسبانيا هي ليست خطوة تكتيكية أو لحظية، هي مسألة استراتيجية، هي مسألة تتعلق بأجيال، هي مسألة تتعلق بتحولات جيوسياسية التي على الدولة الإسبانية أن تكون قادرة على الاندماج والانخراط فيها. وبالتالي واهم من يعتقد بأن الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية هو موقف معزول عن التحولات والتطورات التي يعرفها المجتمع المدني في إسبانيا، على اعتبار كما أشرت وقلنا بأن مجموعة من التحولات والتطورات الأخيرة التي ظهرت سواء من خلال مثل هذا النوع من المنتديات، منتدى الاجتماعي العالمي وكذلك مجلس حقوق الإنسان، كل هذه الدورات ساعدت على كشف أطروحة البوليزاريو من خلال وقائع بالدليل وبالحجة وبالبرهان التي أثبتت بشكل ملموس زيف الأطروحات البوليزاريو، بل أكثر من ذلك أن هذه التقارير وهذه الوقائع كشفت مسألة التضليل التي تقوم بها جبهة البوليزاريو وفضاحة الجرائم التي قامت بها. وأكيد بأن واقعة تهريب الزعيم الانفصالي ابن بطوش بأوراق وبهوية مزورة إلى إسبانيا، هذا كله كشف زيف هذه الادعاءات وكشف بأن هذا السلوك هو سلوك عصابات وليس سلوك هيئة أو منظمة كانت تدعي بأنها تمثل الشعب وبأنها تتشبث بذلك المبدأ الأممي وهو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. إذن هذه الوقائع مثل وقائع متعددة أخرى كشفت بشكل ملموس زيف هذه الأمور، وكذلك لا يجب أن ننسى التحركات التي
قامت بها منظمات وهيئات واشخاص من خلال رفع دعاوى ضد هذا الزعيم الانفصالي وضد هذه الميليشيات التي تنهج وتعمد الى سلوك التهديد والترهيب والترغيب وغير ذلك من الممارسات والسلوكيات التي يمكن ان تصنف على اساس انها جرائم حرب، خاصه ما تعلق منها باستغلال حاجه هؤلاء المحتجزين في مخيمات تندوف وهذا التحويل والتهريب والسرقه، اقول السرقه للمساعدات الانسانيه التي كانت تقدمها هذه المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية، ثم كذلك استغلال الأطفال بأشكال بشعة. نعم. هذه من النقط الأساسية والمهمة على اعتبار أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في مجموعة من الممارسات. لذلك أنا أقول بأن البيئة الجديدة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المنظمات أكيد بطبيعة الحال فإنه سيسير في هذا الاتجاه الذي سيعزز، أنا قلت بأنه كانت هناك متابعات ولكن ما دام أن الموقف الإسباني كان غامضا لم يكن واضحا كما هو الآن، أقول بأن الأيام المقبلة ستشهد رفع دعاوى وسيشهد تحرك كبير للقضاء الإسباني الذي أقول بأنه تحرر الآن سياسيا. واهم من يعتقد بأن القضاء في أي دولة كما كانت دولة ديمقراطية كبيرة صغيرة بأن القضاء يكون معزولا عن ماذا؟ يكون معزولا عن المصالح الاستراتيجية للدولة التي ينتمي إليها. أنا أقول ولاحظنا القضاء على مستوى أوروبا ولاحظنا القضاء على مستوى مجموعة من الدول بأنه يتأثر بهذا النوع من المد والزجر فيما يتعلق بتحديد العلاقات والمصالح الخارجية. طيب يعني بحديثنا عن مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي شملت أيضا حقوق الأطفال بتجنيدهم، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو حقيقية تعرض تدريبات عسكرية يخضع لها أطفال في مخيمات تندوف، أستاذ الوردي أي تشابه بين تقنيات التدريب والشحن بعقيدة العنف المسلح الذي تستخدمه هو البوليزاريو وذلك الذي تتخذه جماعات إرهابية مثل داعش وأيضا القاعدة، ثم أي وعي بمدى خطورة استمرار هذه الممارسات التي تضرب حقوق هؤلاء الأطفال كما تنسف الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والسلم وجهود محاربة الإرهاب والتطرف؟ وأكيد أختي الكريمة على أن اتفاقيات روما وكذلك اتفاقيات المرتبطة بحقوق الطفل تمنع منعا باتا هذه الممارسات المشينة التي تقوم بها الجزائر بمعية جبهة وكيان وهمي مصطنع يسمى بجبهة البوليزاريو عبر تجنيدي وتسليحي الأطفال الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وجدوا بمخيمات لا ترقى بتاتا إلى مخيمات اللجوء، لأن حتى مسألة اللجوء بطبيعة الحال لها آليتها ولها معاييرها، وهذه المعايير غير موجودة البتة في هذه المخيمات التي نصفها بأنها مخيمات للتهجير والتقصير التهجير القصري عفوا. كذلك مسألة أخرى تتعلق بتبيان تلكم الصورة المهتزة والمهترئة لجبهة الانفصالية البوليزاريو على أنها لا تمتلك أصلا ما يؤهلها لأن تلعب ذلكم الدور المزعوم من من هم بالغون لكي يتحملوا هذه المسؤولية، أي مسؤولية بين قوسين الدفاع المشترك بينها وبين المؤسسة العسكرية عن ذلكم الوهم الذي تصوره المؤسسة العسكرية الجزائرية لهذا الكيان المزعوم فوق أراضيها. كذلك مسألة أخرى حضور ستيفن دي مستورا وكذلك وجود أطفال مسلحين وكذلك يحملون أسلحة في هذه الزيارة لخير دليل على أن هذا الانتهاك هو كائن وكذلك واضح للعيان وعلى أنه يسائل المنتظم الدولي عن التدخل العاجل من أجل فرملة جماح المؤسسة العسكرية الجزائرية التي على أساس أنها تسمح بجنيد أطفال وقاصرين فوق أراضيها، لأن
جغرافيا فتندوف توجد فوق أراضي جزائرية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بجبهة أو كيان انفصالي، فهو يتعلق بمؤسسة عسكرية جزائرية تخرق المقتضيات الدولية في هذا الباب، وكذلك تتعرض على أساس ذلك للمساءلة على مستوى المنظمات الدولية الحكومية وكذلك غير الحكومية، ولما لا منظمة المحكمة أو المحكمة الجنائية الدولية. إذن هناك تحركات حثيثة من لدن مجموعة من المنظمة الدولية الحقوقية والتي تسعى إلى رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تساهم غير مرة في تنوير الرأي العام أن المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت تفند تلك التوجهات الرسمية التي كانت تقول من خلالها المملكة المغربية على أن هناك فعلا انتهاك جسيم لحقوق الطفل، لأن الطفل من المفروض في أن يلعب، أن ينعم بالرفاهي الاقتصادي وكذلك الاجتماعي، وليس أن يحشر في مسائل بطبيعة الحال تجاوز أو تتجاوز حتى إمكانياته النفسية وكذلك العضلية. إذن هناك انتهاك خطير وسافر لحقوق الطفل على مستوى مخيمات العار بتندوف، ومن هذا المنبر نسائل الأمين العام للأمم المتحدة، نسائل المنتدب الدولي من أجل التدخل العاجل للقضاء على هذا الوضع النشاز وفرملة جباح المؤسسة العسكرية الجزائرية التي حتى ولو أنها تحتج بأن تندوف تقع تحت سيادتها، فحتى السيادة لا تمنع بتاتا أن يتم بطبيعة الحال تدخل العاجل من أجل فك بطبيعة الحال الرباط الذي يجمع بين هذا الكيان الوهمي وكذلك أولئك الأطفال الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وجدوا وسط هذا بطبيعة الحال البراتين المعكرة الصفو التي تسميها الجزائر بجبهة البوليزاريو، في حين أننا نسميها في هذا الباب بمنطقة تندوف الجزائرية التي تسعى إلى بلبلة الوضع الأمني على مستوى المغارب وكذلك منطقة شمال إفريقيا وكذلك الساحل. في هذا السياق، أي دور أستاذ غالي تلعب الجزائر وميليشيات البوليزاريو في تجنيد ما يفوق عن 8000 طفل في الميليشيات المسلحة خلال العقود الأخيرة في مخيمات تندوف، في نسف وخرق سافر للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل وملحقها؟ كيف يتم التعاطي مع هذا الأمر على مستوى مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، برلمان الاتحاد الأوروبي، ثم أي إجراءات وتدابير تتخذ لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، ومن يتحمل مسؤولية هذه الخروقات؟ وأعتقد بأن الأمم المتحدة اليوم وخاصة مجلس الأمن هو في محك حقيقي، بمعنى لأن مجموعة من الدعوات كانت قد وجهت إلى الجزائر بحكم أنها هي التي ترعى وتؤطر هذه المخيمات التي أنا أقول بأنها مخيمات متعددة الجنسيات لكل الهاربين والمارقين والفارين من القانون، وهذه دراسات أوضحت هذه الأمور، دون كذلك بطبيعة الحال أن ننسى بأن هذه المنظمة الانفصالية جبهة البوليزاريو والجزائر التي ترعاها فهي تفتح هذا المجال وتستغل كل الفارين والهاربين من مجموعة من الصراعات والنزاعات على مستوى إفريقيا، وبالتالي فهذا الوضع المتسم بالفوضى والمتسم بمجموعة من الخروقات التي تتناقض ومختلف الاتفاقيات والعهود التي تحمي حقوق الإنسان وبطبيعة الحال منها حقوق الطفل، هذا الوضع اليوم لم يعد يحتمل بأن يتم توجيه فقط دعوات إلى كل من الجزائر والبوليزاريو من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أو من طرف على أي هيئات عالمية أخرى، بل لا بد وأن يتم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تدفع الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها الدولية فيما يتعلق بهذا الاحتجاز القسري. أنا أقول بأن هذا احتجاز قسري، لأن الأيام الأخيرة شاهدت بأن هناك أسر عائلات
أرادت أن تفر وتخرج من هذه المخيمات، ولكن كان التصدي عنيفا من طرف القوات الجزائرية وبطبيعة الحال من طرف هذه الميليشيات التي تجندها، وهي أسر بطبيعة الحال كان من بينها أطفال، لا يمكن أن نتصور أسر من دون أطفال، وبالتالي كل ضرر يتعرض له الآباء والأمهات في هذه المخيمات أكيد ينعكس بشكل سلبي على هؤلاء الأطفال. وكذلك يجب ليس فقط أن أشير ليس فقط إلى إشراك هؤلاء في التجنيد، وكذلك إشراكهم فيما يتعلق بتجارة المخدرات وما يتعلق كذلك بتجارة السلاح ومجموعة من الممارسات التي تنبذها وتجرمها مقتضيات القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني، على اعتبار كذلك أن هؤلاء الأطفال يحرمون من الصحة، يحرمون من التعليم، يحرمون من حقهم في كل الأنشطة والمجالات التي يمكن أن تساعدهم على بناء شخصيتهم. وبالتالي التساؤل الذي يطرح، ما قيمة مختلف التوصيات وما قيمة مختلف القرارات التي تخرج بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحقيق أمن ورخاء المواطنين والمواطنات ورخاء الإنسان، ما دام أن هذا النوع من السلوكيات يضرب كل المؤشرات التي تعمل وتشتغل عليها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحقيق جيل قادر على العيش حياة كريمة ومن دون عنف وإكراه. طيب، نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنتم معنا ضيفا الأستاذ محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، نشكركم على حضوركم معنا. نشكركم أيضا الأستاذ العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط الذي كان معنا من الرباط، شكرا على كل هذه التوضيحات والمعطيات. نشكركم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.